الحقيقة النهاردة كلنا عشنا جو استوائي جميل، احنا مش فاهمين ماهيته ايه بالظبط، يعني هو حر بس احنا في الشتاء لسه. طيب احنا نخفف ولا نتقل ولا نعمل ايه في حياتنا؟ عشان كده معانا دكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. يا دكتورة إيمان تحياتي لحضرتك، ونعمل ايه يا دكتورة إيمان في حياتنا في الحر والبرد اللي احنا البسترة اللي احنا عايشينها دي؟ دكتورة إيمان سامعاني؟ أيوه أنا لحضرتك كنت سامعاني. أيوه يا دكتورة إيمان، نعمل إيه يا دكتورة إيمان؟ نخفف ولا نتقل ولا البسترة اللي إحنا عايشين فيها في الجو الاستوائي ده نعمل إيه؟ إحنا طبعًا فعلًا شهدنا موجة حارة أمس واليوم، ودرجة الحرارة العظمى وصلت على القاهرة ل 33 درجة، لكن إن شاء الله بداية من غدًا هترجع تنخفض درجة الحرارة بانخفاض مفروض من 6 ل 8 درجات، وتوصل درجة الحرارة العظمى ل 26 درجة. يوم الجمعة تنخفض بحوالي 3 درجات مرة أخرى وترجع للمعدلات الطبيعية وتوصل ل 23 درجة. فعشان كده طبعاً إحنا بنأكد على كل السادة المشاهدين إحنا ما نتسرعش في تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، ويفضل إن إحنا نرتدي الملابس الشتوية ونستمر في ذلك سواء خلال ساعات النهار أو ساعات الليل، وخاصة إن فرق درجات الحرارة ما بين العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات، ما زالت درجة الحرارة الصغرى بتسجل ما بين 15 و14 درجة، والطقس بيكون بارد في ساعات الليل المتاخره وفي الصباح الباكر. فاحنا انا يفضل ان احنا نستمر في الملابس الشتويه حتى نهايه فصل الشتاء، هو بينتهي جغرافيا ورسميا في 20 مارس، وبدايه فصل الربيع ان شاء الله تكون 21 مارس، وتبدا تعتدل درجات الحراره ونقدر نخفف الملابس تدريجيا بدايه من 21 مارس ان شاء الله. طيب يعني بعد الجمعه ان شاء الله هتستقر درجات الحراره على 23 درجه زي ما حضرتك قلتي، ولا برضه هيبقى في تغييرات؟ هتبدا ترتفع تدريجيا، يعني توصل ل 24 25 درجه، يعني ما منتصف الاسبوع ممكن تعود ل 26 و27 درجه، لكنها ارتفاعات طفيفه مش هتوصل ل 30 و33 اللي احنا شايفينها امبارح والنهارده، لكن هتكون في معدل من 26 ل 27 درجه مع نهايه الاسبوع الفاضل ان شاء الله. طيب دكتوره ايمان، احنا سمعنا ان في يعني في امطار، وهل في أتربة ولا لا؟ يمكن برضو اليومين اللي فاتوا كان في تراب خفيف كده احنا بنشعر بيه في الجو لما بنتنفس، هل في بعض المتغيرات ولا ايه بالظبط؟ هو طبعا مع الموج الحارة اللي احنا شعرنا منخفض جوي قادم من الصحراء الليبية في أسفل الجنوبية غربية، ده أدى طبعا لوجود رمال وأتربة مطارة في الجو، وطبعا انخفضت الرؤية الأفقية على الطرق وفي بعض المناطق. طيب هو يعني في مشكلة في الشبكة. أنا شاكرة جدا لحضرتك يا دكتورة إيمان، دكتورة إيمان شاكر وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عشان كده بنقول لحضراتكم معلش، يعني النهاردة كان الجو حر شويتين، لكن بكرة يعني في 6 و8 درجات هينخفضوا مرة واحدة، والانخفاض ده هيستمر لحد يوم الجمعة اللي جاية، وبعد كده هتبدأ درجات الحرارة هتزيد شوية في شوية لحد ما نودع فصل الشتاء العظيم.